فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى شعب الإيمان، سامحوني شعب الإيمان لن يكون لا نعم 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 النت مش في المكسر هنا في الفيس، لأنه أنا عامله على الهاتف، والهاتف بيغلق مرة ويفتح مرة، فبس فقط، لكن الآن الحمد لله. طيب طيب أكيد أكيد مضبوط الآن. طيب في شعب الإيمان ما زلنا في الكلام على الزكاة. يقول سمعت من الخصوصية أو الشعب، هو الآن أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايع على الإسلام، فاشترط علي أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصلي خمس صوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قلت يا رسول الله ما اثنتان فلا أطقهما، أما الزكاة فمالي إلا عشر ذود، هن رسل أهل وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولي، وأنه من ولى، وأنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخفاني إذا حضرني. قال كرهت الموت وخشعت نفسي. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قبض يده ثم حركها، ثم قال لا صدق ولا جهاد، فلما تدخل الجنة؟ ثم قلت يا رسول الله أبايعك فبايعني عليهن كلهن. الشاهد أنكر عليه إرادة إسقاط الصدقة، قال لا صدقة الجهاد، كيف تدخل الجنة؟ تدخل الجنة بإيش إن لم يكن صدقة أو جهاد؟ نعم. وأيضا في رواية أن النبي قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله وحده ولا شريك له فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه زائدة عليه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الرديئة ولا الشرط ولا الشرط ولا الرئيم ولا اللئيمة ولا المريضة، ولكن أوسط ما لكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، وزكى عبد نفسه. فقال من تزكية المرء نفسه يقول يعلم أن الله معه حيث كان. الله أكبر، على المراقبة. إذا هذه الأحاديث كلها تنصب في فضل في فريضة الزكاة، وأن الزكاة ركن، أن إعطاء الزكاة ركن من أركان الإيمان. وعن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر، وذكر مسألة قتال أهل الردة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب الزكاة ووجوب إعطاء الزكاة، بل دخول الجنة مرهون بإعطاء الزكاة لمن ملك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق ولا جهاد على ما تدخل الجنة، لا صدق ولا جهاد على ما تدخل الجنة. فإذا الشعب هنا يتكلم على مسألة مهمة وهي ركن الإسلام الأعظم وهي الزكاة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.